جدد اللقاء من جديد شوطنا الرابع والعشرون للأبكار المحليات الأصايل شوط الانتاج والمنتجين. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الأول على الصدارة من حاف حميد بن سعيد بن عامر النيادي من يقدم لنا من حافة مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني أرى اللي هي تتقدم فزعة، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لفزعة لفارس بن عبد الله بن سعيد الدرع، ولكن اللي غيرت واحتلت المركز الثاني بهذا التقدم الممتاز هنا مزاحمة محمد بن عتيقة بن زيتون المهيري من يقدم لنا مزاحمة مع المركز الثاني. ثالث المراكز من الجانب الآخر تتسلل من مركز إلى مركز وتأتي مع المركز الثاني في هذه اللحظات، تغير مباشرة إلى المركز الثاني. أرى اللي هي من تأتي منصورة سالم بن محمد العفاري مشاهدين الكرام مع المركز الثاني. ثالث المراكز أرى اللي في المركز الثالث من حاف حميد بن سعيد بن عامر النيادي والقدوم والوصول هناك من الشامخة سعيد بن حربي بالطشة العامري من يقدم هذا الاسم، والواصلة مياسة سالم بن خليفة بن محمد الدرعي مع المركز السادس وتغير إلى الثالث. القدوم والوصول مشاهدينا الكرام من فزعة فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي من يقدم لنا فزعة، ومن الجانب الآخر أرى الظبي للدكتور سعيد بن سالم الشيخ يا سلام، ولكن شعار راعج حير يتقدم في هذه اللحظات هملولة حمد بن حميد بن سالم راعج حير الدرعي من يقدم لنا هملولة. المنطلق جواهر محمد بن راشد بن تريس الظاهري من يقدم هذا الاسم، ومن الجانب الآخر أرى نشرة حميد بن سعيد بن عامر النيادي، ومن الجانب الآخر تتسلل مغثة سعيد بن علي بن سعيد بالصلف النعيمي المنطلقة الناوية سيف بن سهيل بن كلثم الأخيلي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة والكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة. ثلاثية من المنتجين ملاك هذا الشوط مشاهدينا الكرام من الانتاج الطيب مزاحمة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهناك فزعة فارس بن عبد الله الدرعي من يقدم هذا الانتاج الطيب مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز مياسة سالم بن خليفة بن محمد الدرعي مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث، ورابع المراكز اللي في المركز الرابع شعار راعج حير يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام القادمة والمنطلقة مشاهدينا الكرام هملولة حمد بن حميد بن سالم راعج حير الدرعي. بدأ الشوط يولع له للإنتاج والمنتجين. جواهر، جواهر مع المركز الرابع، جواهر مع المركز الرابع، تعود الملكية محمد بن راشد بن تريس الظاهري من يقدم لنا هذا الاسم. المركز الخامس، خامس المراكز اللي في المركز الخامس حفلة جاسم بن سيف بن طوق العليلي يتقدم. أول إذاعة مشاهدينا الكرام لتقدم، هناك أيضا حفلة، ولكن القادم الواصل علاق فالح بن سيف بن فالح الشامسي. نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى مصانع الجنوب، إلى أهل القوع والرقيعات وإنتاجهم الطيب مع المقدمة والصدارة فزعة فارس بن عبد الله الدرعي يقدم هذا الشعار، يقدم هذا الإنتاج مزاحمة محمد بن عتيق بن زيتون يصنع الفنون وإنتاجه مع المركز الثاني. وحذاري من مزاحمة مع المركز الثاني يا بن فارس، دير البال يا بن فارس، وصلك بن زيتون قادم بإنتاجه. غيرت مزاحمة في يوم الزحام للناموس سلام محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. هناك مشاهدين الكرام اللي فزعة فارس بن عبد الله الدرعي المركز الثالث. المركز الثالث حفلة جاسم بن سيف بن طوق العلي. المركز الرابع علاق فالح بن سيف بن فالح الشامسي. وخامسا من أتت مشاهدين الكرام أرصاد سعيد بن محمد بالشرقي الأعفاري. نذهب إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، هناك مع الصدارة
ومع التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام نذهب إلى التوقيت الزمني نشوف مزاحمة. هنا التوقيت الزمني 5 دقائق 53 ثانية، 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. هناك أيضا اللي هي فزع فارس بن عبد الله الدرعي. توقيت زمني 5 دقائق 53 ثانية، 59 جزء من الثانية أو 39 جزء من الثانية. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث. هنا في ثالث المراكز حفلة جاسم بن سيف بن طوق العلي. التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية، 39 جزء من الثانية. رابع المراكز نشوف اللي في المركز الرابع علاج فالح بن سيف بن فالح الشامسي. التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية، 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الخامس خامس المراكز أرصاد سعيد بن محمد بن الشرقي العفاري. والتوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية، 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.